السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناه حلويات اسماء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه كيحماقوا عليها الصغار والكبار، وصفه ديال الكوكيز اللي بالشوكولات، وغادي نزيدوا عليهم ايضا واحد الاضافه مذاق لذيذ جدا كيجيو مقرمشين وبنان. اكيد غادي يعجبكم واكيد غادي تعتمدوا الوصفه وتبقوا تحضروهم دائما، خصوصا الا كان عندكم الوليدات كيشريوا هذا البيمو وهذا البسكويت ديال الزنقه بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. نبداو على بركة الله دائما مع المكونات. غادي نحتاجو في المقادير ديال العجين 125 غرام ديال الزبدة او نص علبة ديال الزبدة. غادي نستعمل هذه ديال البواطا، استعملوها من الثلاجة ما تكونش حرارة ديال المطبخ. غادي نحتاج سكر ملسم بالفانيلا واحد الخمارة، عندي هنا كاس الا ربع ديال السكر الاسمر، الا ما توفرش ماشي ضروري ممكن تستعملوا السكر العادي سكر الابيض، غير هذا كيعطي واحد اللون زوين. يمكن لكم ايضا ديروا نص كاس ديال السكر الابيض العادي او سنيدة العاديه، وديروا واحد جوج معالق كبار ديال العسل باش يعطيو داك اللون محمر. الا توفر عندكم استعملوه غادي يكون احسن وكيعطي واحد قرمشه زوينه، ما كانش ماشي ضروري كيف ما قلت. ربع كاس ديال الزيت النباتيه تقريبا واحد 30 غرام، وعندي واحد البيضه الحجم ديالها متوسط كيف ما كتشوفوا، وعندي 250 غرام ديال دقيق ابيض خاص بالحلويات. بالنسبه للشوكولات غادي نستعمل معاه الزبيب، ما غاديش ندير شوكولات بوحدو، فباش نعطي واحد القيمه غذائيه شويه للكوكيز ديالي غادي نزيد الزبيب. ماشي ضروري يمكن لكم تكتفيوا بالشوكولات، انا هنا مستعمله غير الشوكولات العادي اللي كنستعملو في الزين ديال السابلي او سوكر شوكولاتي هو اللي غادي ندير. الا كان عندكم او بغيتو تستعملوا الشوكولات الاسود اللي كتكون فيه نسبه ديال الكاكاو عاليه او نوع جيد غادي يكون احسن بطبيعه الحال. الكميه كتبقى اختياريه، ما كاينش شي كميه محدده اللي غنعطيكم ديال الزبيب وديال الشوكولات، ديروا على حسب الرغبه ديالكم وكيفاش كتبغيو الكوكيز، واش فيهم غير شويه ولا بزاف ديال الشوكولات. فغادي ندوزو للطريقه ديال التحضير، سهله جدا. كنوضع كل من الزبده كيف ما قلت الزبده ديال البواطه كنستعملوها من الثلاجه، ما نستعملهاش وهي في الحراره دابا في الصيف، اما الا كان البرد او الشتاء غادي ديرو غير غادي ديروها في الحراره ديال المطبخ، يعني ما ديروهاش في الثلاجه، هي راه كتكون سائله وكتذوب في الحراره ديال المطبخ. فكيف ما لاحظتوا ضات الزبده وضات السكر الفاني، خلطت مزيان، ومن بعد زدت الزيت النباتيه وكذلك كنخلط، واخيرا كنزيد ديك الحبه ديال البيض حتى كنرجع او كنخلطها كنحصل على كريمه ناعمه في القوام ديالها. غادي نزيد دقيق من بعد دقيق الحلويات، دائما نستعملوا دقيق خاص بالحلويات 250 غرام، دائما ما نزيدهاش دقه وحده، كنزيدها او كنخلي واحد شويه تنشوف القوام ديال العجين ديالي كيفاش غادي يكون. عجينه خصها تكون رطبه، في نفس الوقت ما نديروهاش سائله او سائحه باش ما يسيحوش لينا في الفران. كنزيد ديك الخمارات ديال الحلوه 8 غرام وكنحرك، انا نسيت الملحه ما زدتهاش في الاول، غادي نزيدها في هذه المرحله، كنزيدو دائما رشه ديال الملحه. غادي نستعمل غير سباتولا باش غادي نخلط العجين، ما غاديش نستعمل اليد ديالي نهائيا، ما بغيتش العجينه تسخن وبالحراره ديال اليدين، دابا مع الحل سخون بزاف، غير غادي نزيد لها الشكلاط غادي يذوب. فكذلك فاش غادي نزيد داك الشكلاط وداك الزبيب كنزيدو في الاخر وكنخلط، ما نستعملش اليد ديالي، الا استعملتو اليد مع هذا الصهد هذا كتخلط الشكلاط كيذوب وكيتخلط وكيتبدل اللون ديال العجين ديالكم، غير نحرك دائما غير بسباتولا ولا بملعقه خشبيه. كيف ما قلت الكميه تبقى على حسب الرغبه ديالكم، غادي نحتفظ بواحد شويه باش غادي نزين. صافي كنخلط حتى كينسجموا المكونات وكنبدا نشكل في الكوكيز ديالي. مباشره من بعد ما ساليت كنبدا كنشكل في الكوكيز، ديروا القياس اللي بغيتو. بالنسبه للقياس اللي غادي نستعمل انا غادي ندير 25 غرام تقريبا في كل حبه، كنكور العجينه ديالي وكنحاول انني نبسطها باش تجيني شويه رقيقه ويجيني الكوكيز رقيق، وكنوضعهم في لاطا ديال الفران كيف ديما مفرشه بالورق ولا مدهونه بشي ديال الزيت من بعد ما بيناتهم باش هكا ملي كيتنفخوا في الفران ما كيلتصقوش ببعضياتهم، ونكمل حتى نعمر لاطا.
هنا من بعد ما ساليت كنبدا كنزين الوجه ديال الكوكيز ديالي بقطع ديال الشكلاط. عندي ايضا شويه ديال الحبيبات ديال الشكلاط، كان عندي تما شي حبات غادي نستعملهم في التزيين. بحال هكا كنغرسو في الوجه ديال كل حبه. فهاد الاثناء الفران ديالي راه كيسخن، غادي نديرو على الا كان فران ديال الضوء ديروه على 160 درجه. الفران الا كانت فيه المروحه، ما كانش فيه المروحه غادي ديروا 170 حتى 180. النار شاعله من الفوق والتحت وندخل اللاطه ديالنا في الوسط الفران وكنخليوه على خاطر خاطرو حتى كيطيب ويتحمر ويتقرمش مزيان. ما تزربوش عليه باش ما يجيكمش رطب او مهجن من الوسط ومحروق من الجنب. فران ديال الغاز نفس الشيء، غادي ديروا واحد النار اللي غادي تكون شويه مهيله ما بين مهيله ومتوسطه غير من التحت حتى كيطيبوا لكم وتحمروا مزيان وتحسوا بهم تقرمجوا، تشالوا لهم من الفوق او تهبطوهم على حساب الفران كيفاش داير. صافي غادي ندخلهم وغادي نرجعوا نشوفوا النهايه ديال الفيديو كيفاش كيجيو. الكوكيز ديالنا بالشكلاط والزبيب ها هما جاهزين. كيف ما كتشوفوا كيف ما قلت الزبيب اختياري، الا ما كتبغيوش او الوليدات ديالكم ما كيبغيوش يمكن لكم تستغناو عليه، هو راه ما كيحسوش به الا بغيتو تستعملوه. كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف، كيجيو محمرين مزيان مقرمشين. غادي نوريكم اكيد القوام ديالهم كيفاش داير والمذاق جد لذيذ. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون اعجبكم ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم اشتركوا بالقناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم وارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، نتلقى فيديو جديد إن شاء الله.